وقد جاء عند ابن عدي في الكامل أن عمر رضي الله عنه قال: الشتاء عدو، قال الشتاء عدو. وليعلم أن هذا الحديث فيه سوار ابن عبد الله اختلف فيه، حتى قال سفيان الثوري كما نقل ذلك الذهبي وابن حجر: ليس بشيء، وفيه مجهولان. والغريب هنا أن مثل هذا الأثر يستدل به بعض من ينتسب إلى علم الحديث في هذا الزمن مع ما فيه من هذا المقال، وهو إذا أتى إلى بعض الأحاديث في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري ولم يسبقه أحد ممن استدرك على البخاري أو مسلم، لم يسبقه أحد إلى التكلم فيه، إذا به يأتي مثل هذه الأحاديث. وأقول سبحان الله، كيف يطعم في بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ممن ينتسب إلى علم الحديث في هذا الزمن ويستدل بمثل هذه الآثار التي بها ضعف. وهذا ولا شك أنه من العجائب ومن الغرائب، مثل ما يستدل مثلا بالحديث الذي عند الحاكم: لن يغلب عسر يسرين، يستدلون به مع أنه مرسل من كلام الحسن ومن مرسل قتادة، ولم يصح شيء في المرفوع كما قال ابن كثير في التفسير، وكما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي الإتحاف، وكما قال السخاوي في المقاصد. لكن العجب أن يأتي أمثال هؤلاء ويطعنون في أحاديث أو يتكلمون في أحاديث درج الناس على قبولها من قبل علمائهم ومن قبل عامتهم، فسبحان الله، ما هذا التناقض؟